اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الراي الفني من احمد ثابت وايمن جلبرتو فيما يخص هذه المباراه، ولكن على الشاشه هذه المره. احمد وايمن، يعني ابدا بيكم النهارده في بعض الحالات اللي حضراتكم جبتوها لنا. يمكن اول حاجه طبعا دي كل دي حاجه ملامح، حاجات اوليه خالص لمارسيل كولر، يعني ممكن تتغير بكره او يعني مش بكره، الماتش الجاي يعني حاجات بس كده من بعض الحاجات، البصمات الصغيره كده في الماتش الاولاني، ان هو وفي لا مركزيه في الجزء الامامي. يعني طبعا احنا كنا بنلعب الاربعه اللي قدام، سواء شادي حسين وبرونو سافيو وطاهر واحمد عبد القادر. برونو سافيو مفترض ان هو صانع الالعاب، لكن كنا بنشوف مثلا في بعض الاوقات طاهر هو اللي بينزل، هو ينزل يستلم في المساحات اللي هي الهاف سبيس ما بين في الزون 14 او ما بين المساكين او الهاف في الحته الهاف سبيس، بينزل هو يستلم وسافيو هو اللي بيروح ناحيه اليمين، رغم ان هو على الورق هو مثلا كان صانع الالعاب، وشادي حسين بيفتح ناحيه الشمال كمهاجم وهمي، بيفتح بيتحرك على الاطراف ويبدا يفتح المساحات لمين؟ لعبد القادر ولسافيو ولطاهر. هنا طاهر في الحته دي هو ايه؟ هو جاي من العمق. يعني هنا برضو مين؟ شادي حسين رايح ناحيه الشمال، رغم انه على الورق هو راس الحربه، عشان الثلاثه انتشار هجومي ممتاز، الاربعه قدام سواء شادي سواء طاهر سواء عبد القادر سواء سافيو. سافيو على الورق صانع العاب، بيروح كمهاجم تاني قدام، لكن سافيو هنا زي ما احنا شايفين بيروح ناحيه اليمين، اول لما طاهر بيخش جوه سافيو بيروح ناحيه اليمين. حتى ناكد الكلام ده برضو نفس الكلام هنا، حتى لما نزل حسام حسن في الشوط الثاني، حسام حسن نزل راح ناحيه الشمال، وقفشه هو اللي في العمق وشريف قدام. يعني بص حسام حسن فين؟ يعتبر جناح بيتحول لمهاجم تاني، ليفت انسايد فورورد، جناح بيتحول لمهاجم. ادي الشكل اهو، وادي اللامركزيه، ادي طاهر ناحيه اليمين وقفشه وشريف وحسام حسن. ايوه طبعا استكمال لكلام ثابت، لو تفتكر كابتن اسلام الحلقه اللي قبل المباراه اتكلمنا عن الاتحاد المنستيري، ان هو احنا شفناه بيهاجم لما كان بيلاعب الفريق اللي قبل الفريق الاوغندي، اعتقد قبل النادي الاهلي، وقلنا ان هو ممكن طريقته تختلف. اللي خلى برضو في الناس، كانت بعض الناس تقول الاهلي فين شراسه الهجوميه، فريق الاتحاد المنستيري كانوا واقفين دفاعيا بشكل قوي. مظبوط، النهارده 5 4 1 بالظبط كده. فزي ما احمد كان بيقول من المميزات، ودي حاجه هتلخبط الامور ولخبط الورق، ان احنا على الورق برونو سافيو بلاي ميكر، لكن مش شرط في الماتش يلعب بلاي ميكر. طاهر كان في الجناح مش شرط، فدي حاجه كويسه ان اللعيبه النهارده عدم وضوح مراكزها بشكل كويس، ده معناه ان هو يقدر يستخدمهم وفقا للمباريات ويغير الطريقه بشكل يعني بشكل سلس، فدي حاجه هتبقى ايجابيه. وكمان النهارده ما حدش يقدر يقرا طريقه الراجل بسهوله او الكلام ده، فيبقى عنده مفاجات كتير يعني. تمام، نبص بعد كده على سافيو. لو اتكلمنا برضو على سافيو طبعا اول مباراه لي، لعيب برازيلي كان بيلعب في يعني في دوري بوليفيا، في بوليفيا امريكا اللاتينيه، مع مجموعه لعيبه مختلفه، بيجي مصر بيلعب مع فكر مختلف، لعيبه بفكر مختلف لسه ما اندمجش معاها، لكن قدم، نقدر نقول له قدم شوط اول جيد مع النادي الاهلي، سواء في بلاي ميكر، وكمان بنشوف ان هو كان بيتطرف ناحيه الشمال وعمل جبهه مع معلول وعبد القادر، تمريراته فيها لمسه حلوه. معرفش ليه يا كابتن اسلام ممكن حد يطلع في اول مباراه، حتى لو هو عايز يدي سافيو 0 من 10 مفيش مشكله اديله 0 من 10، ولكن ليه يبقى في تهكم عليه؟ ليه يبقى في سخريه منه؟ ليه يبقى في كلمات تبدو وكانها عنصريه ضد اللاعب؟ حاجه صعبه جدا، واكيد بالطبع اكيد في مسؤولين وفي مجلس اعلى الاعلام هو ممكن يحقق في الموضوع، زي وشكاوي النادي الاهلي الكتير، ولو في غلط اكيد لازم تحس، لان اللعيب ظهر بشكل كويس يعني ما نقدرش، لا ملهاش علاقه الملعب، ملوش علاقه بالكلام بالزبط. اللي حتى لو نفترض انا تقييم لعيب صفر، يعني ملهاش علاقه، ما ينفعش اقول حتى لو ما بيلعبش في الاهلي بالظبط، ما ينفعش اقول الكلمات او اختار الكلمات اللي توحي بان في تقليل منه، لمجرد كمان ان هو اجنبي ممكن يبقى في مخيله البعض ان هو ما مش هيسمعنا، انا ممكن اتريق عليه وهو مش هيسمع او مش هيفهم او محدش هينقله، فده يبقى غلط. فالنهارده اعتقد برونو سافيو ممكن نعرض، يعني دي لقطات ليه، ممكن نعرض ارقامه، نستعرض ارقامه، يعني هو حتى عمل الفنت بتاع الكعب بتاعه ده كان جميل، وكمل مع عبد القادر وعملوا هجمه كويسه، فنقدر نبني عليه ان هو ده كان دايما كمان ايمن بيروح ناحيه الشمال دايما. تحس حتى في الخريطه الحراريه، لو جبنا بتاعته الخريطه الحراريه، دايما تلاقيه بيجمع اللعب في ناحيه الشمال، هو دوره تحس ان هو بيعمل كونكشن كونكتور يعني بالظبط، بيروح ناحيه طاهر. بص الخريطه الحراريه دي بتاعت برونو سافيو في النص وفي اليمين وفي الشمال، الخريطه هتلاقيها بص كصانع العاب وناحيه الشمال مع احمد عبد القادر بالظبط، دي حاجه كويسه يعني بيتحرك بشكل كويس قوي.
ميزه سافيو تحركاته، لو استعرضت حتى ارقامه، هات لو نستعرض ارقامه على الشاشه هنلاقي ان هو عامل ارقام كويسه برضو بالنسبه لاول مباراه. اول 77 دقيقه بيلعبها النهارده الراجل. تمريراته الصحيحه، تمريراته الصحيحه بنتكلم نسبتها كويسه 23 من 32، استقباله الكره واحده بس اللي ما كانتش صحيحه، المراوغات بتاعته، المحاولات اللي عملها كلها ناجحه بنسبه 100%، فقدانه للكره تحت ضغط مرتين من ثلاث مرات وفقد فيها الكره. فالنهارده نقدر نقول ان النادي الاهلي تعاقد مع لاعب جيد نبني عليه. ما نقدرش برضه تاني نقول حكم مسبق ان هو لعيب سوبر احنا بنتمنى طبعا ان هو يبقى افضل حاجه، لكن في الاول ده 77 دقيقه مهما كان ايه اللي هيحصل من لاعب كمان ولا بعد الماتش الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وكابتن اسلام محترف كان في دوري بوليفي امريكا الجنوبيه، يعني جاي في ثقافه مختلفه، طريقه لعب مختلفه، لازم يطبق على زمايله، ده الطبيعي. ف نتمنى ان الناس تهدى شويه وهي بتتكلم عن النادي الاهلي، وان شاء الله لما يشوفوا جمهور النادي الاهلي في ماتش الاتحاد المنستيري الناس تبتدي تهدى وتعرفوا ان جمهور النادي الاهلي بيحمي لعيبته وبيحمي زي العاده، بيحمي لعيبته وبيحمي جهازه الفني. دي برده هنا تحركه في الكره الثابته كان كويس جدا لتالق، نقدر نقول تالق حارس اتحاد المنستيري، من الحاجات الكويسه ان هو يعني بالنسبه لهم طبعا هو حمى مرمى فريقه، لكن هنا اللعبه دي الكره العرضيه اتلعبت في مكان مميز وهو اتحرك سرق نفس لعبه الهدف، سرق المدافعين وقدر ان هو يعمل يخلق فرصه محققه للنادي الاهلي، ولكن تالق حارس اتحاد المنستيري هو اللي منع فرصه الهدف دي. نبص برضه على ارقام محمد عبد المنعم، واحد من نجوم الماتش رقميا محمد عبد المنعم عمل ماتش هايل. اوكي، لو استعرضنا ارقامه هنلاقي ان هو اكثر من استعاد الكره الثانيه واكثر من قام بتمريرات في المباراه. أوكي. وطبعا سجل هدف، فاكثر من قام بتمريرات دي بتدل ان هو بيحضر من تحت بشكل كويس. يعني بص على الارقام، التمريرات الصحيحه 65 تمريره صحيحه من 69، اكثر لاعب في الماتش عامل تمريرات، دليل ان كورته حلوه جدا من تحت محمد عبد المنعم، وكان يعتبر مفتاح بناء الهجمه من تحت. الحاجه الثانيه استعاده الكوره اللي هو قطع كره البول 15، السكند بول الكره الثانيه 13، اكثر من استعاد الكره الثانيه 13. طبعا سجل هدف فاخد تقييم بالدرجات عالي، يعتبر هو بالارقام افضل لاعب بالارقام، لكن برضو بشوف ان اكرم توفيق الحمد لله على السلامه، ربنا ان شاء الله يحميه، واحد من احسن الناس يعني بصراحه عودته مكسب كبير جدا. مزبوط. يعني محمود متولي في مركز المساك لعيب كورته حلوه ومكسب كبير، اكرم توفيق النهارده وجوده، ادي ارقام اكرم توفيق، دقايق المشاركه 90، محاولات عامل محاولتين على المرمى، تسديدتين من القادم من الخلف. بالظبط، التمريرات صحيحه عامل 69 منهم 55 صح، استقبال الكوره 45 صح من 45، اهم حاجه استعاده الكوره، بص على استعاده الكوره كم مره، 18 اعلى من محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان 13 او 14، ده 18 استعاده الكوره، 18 اكرم توفيق، فقدان الكوره تحت ضغط 4 من 5، ارتكاب اخطاء واحد، اخطاء لصالحه 2. وعلى فكره مهمه جدا ارتكاب اخطاء واحد دي يا كابتن اسلام، لان مزبوط. اكرم كان تدخلات، يعني هو عائد من اصابه طويله وفي الملعب هو كان بيخش بقوه اللعيب عشان يسترجع الكوره، فالنهارده كون هو بيعمل التدخلات بتاعته دي ما بيعملش فاولات، فدي برده حاجه ايجابيه نشكره عليها، يعني نتمنى له ان هو يستمر وتبقى ميزه كويسه ان النادي الاهلي النهارده لما يستعيد اكرم توفيق في الجبهه اليمنى اللي موجود فيها محمد هاني وكريم فؤاد، الموسم الماضي برده خد عدد من المباريات خصوصا في الاخر وكان مميز، فالنهارده الجبهه اليمنى تقدر تطمن ان النهارده لما تلعب عدد متتالي من الماتشات يبقى في فرصه جيده جدا للروتيشن والراحات. فدي من الحاجات الكويسه لاكرم توفيق المباراه دي، نتمنى طبعا يبني عليها، و اكيد ان شاء الله مباراه بعد اخرى الامور بتاعته هتتحسن بشكل كبير. يعني اخيرا اهم مكاسب هذه المباراه، اعتقد ان هو مكسب مهم جدا للنادي الاهلي، ان انت بتكسب بره ملعبك، بتستعيد المكسب بره الملعب، ده حاجه مهمه جدا، شخصيه البطل تبدا البطوله، المدرب ذات نفسه كمان مارسيل كولر ثقته بتزيد في نفسه، الجمهور ثقته بتزيد، اللعيبه كمان بتبدا تثق في المدرب بشكل كويس، بتبدا بفوز مهم جدا خارج ملعبك، بتفرض جرأة هجومية وشخصية وبتستحوذ وبتوصل درجة استحواذك ل 61%، بتعمل محاولات 8 محاولات على المرمى، فأعتقد إن هي بداية كل ده، بس بداية يعني كل ده بداية، لكن لسه مستنيين الشوط الثاني، كل ده شوط، احنا عدينا شوط واحد، لسه الشوط الثاني لازم نعرف إن احنا لسه ما صعدناش، احنا لسه عندنا شوط ثاني يوم السبت. أيمن، يعني أكمل على كلام أحمد، فكرة إن برضو الفوز في البلس 90 اللي هي دي الحاجه اللي بتميز النادي الاهلي دايما، فكون مع كولر كمان في بدايته دي حاجه كويسه خارج الارض،
اكرم توفيق من وجهه نظري مكسب مهم جدا عودته، لان اضافه قويه جدا. الفوز خارج الارض في دوري ابطال افريقيا قبل الموسم دي برضو زي ما نقول الفوز دايما يا كابتن اسلام، وحضرتك كنت لاعب وعارف المكسب بيجيب مكسب، دي خليك تلعب من غير ضغوط، كمان حاله الجمهور نفسه كنا مشتاقين لمباريات النادي الاهلي برضو. ضغط المباريات وتعبنا، ولكن تحس 40 يوم او اكتر كتير من 40 يوم كتير قوي ان النادي الاهلي ما بيلعبش ماتشات، فدي كل دي مكتسبات جميله. كان يوم اديك في كاس العالم هتسيب هولندا وتتفرج على حلو، والله مبسوطين يعني لازم حلو هتفرج على الاهلي يعني ان احنا نشوف لكن حاجه ثانيه حاجه كويسه. وكمان يعني النهارده نقلل من علينا الضغط في فيما بعد اللي هو يناير، لان استاذ احمد دياب اعلنوا في المؤتمر ان الدوري يخلص يوم 30 تحت اي مسمى، فكويس ان احنا نلعب في وقت كاس العالم بعض الماتشات، برضو لو هنلعب كاس او حاجه عندنا القايمه بتاعتنا تستحمل، فربنا يكرم يا كابتن اسلام. انت بتشجع مين بقى في كاس العالم؟ انا بشجع مصر. ما مش موجوده. طيب يا راجل بجد تونس عشان معلول بقى، دي فكره جديده ان هي مش موجوده. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا ابو حميد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا ايمن على وجودك معانا. بالمناسبه طبعا انا عارف، لكن انا بهزر عشان انا عارف هتاخدوا الكلمه. بص يقول لك مش عارف ما يعرفش، انا بهزر طبعا. والله بجد هيعملوا فيديو على الحته دي عشان لما تلاقوا تبقوا عارفين. بعد 24 ساعه الفيديو بعد 24 ساعه يا عم خمس دقايق ده خمس دقايق هتبقوا حاطينه على النت بيحبوني يا استاذ. عموما ماشي، عموما انا سايب كل حاجه في وقتها دلوقتي، بعدين نبقى نتكلم في هذه. انا بشكركم شكرا جزيلا يا احمد وايمن على وجودكم معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير غدا في تمام الساعه 10.